اول وصفه هنعملها مع بعض هي اسكالوب دجاج بصلصه الجبنه والريحان. الوصفه بتاعتنا عشان نعمل يعني ممكن تعملوها بدجاج وممكن تعملوها بلحمه زي ما انتوا عايزين. فلو هتعملوها بدجاج طبعا عايزين 3 صدور فراخ، وهناخدها نشقها كده من الطول، فيبقى عندنا 6 قطع تقريبا، او بتجيبوا بفتيك فبيبقى عندنا برضو 6 قطع بفتيك زي ما تحبوا. عايزين 2 بيض، وعايزين دقيق وبقسماط، 1 عصير بصل، عصير بصلة يعني، عايزين ملح وفلفل، رشة بهارات، وعايزين زيت للقلي. عايزين بعد كده للصوص معلقة كبيرة زبدة، 2 فص ثوم مهروس، وعايزين 2 كوب مشروم، 1 كوب جبنة موتزاريلا، 1/4 كوب ريحان، 1 مكعب مرق، رشة جوزة الطيب، وعايزين 2 كوب كريمة. طيب أول حاجة بنعملها بنتبل اللحمة اللي عندنا، اللحمة أو الفراخ حسب أنتم مستعملين إيه. فهناخد مية البصل ونحطها على اللحمة أو الفراخ، هناخد شوية ملح، شوية فلفل، وهناخد رشة بهارات. اللحمة مش هنتبلها بأكتر من كده، ليه بقى؟ لأن إحنا اوريدي عندنا نكهات أو طعم تاني قوي هيكون في الكريمة. طيب خلينا نعمل الصوص دلوقتي. هنحط هنا الزبدة، بعدين هنحط 2 فص ثوم، هنحط عليهم الكريمة 2 كوباية كريمة، وهنحط عليهم المشروم. المشروم ممكن تقلوه مع الثوم وممكن تحطوه كده عادي، بس انا بحس ان لما بيتحط كده عادي، هقول لكم البسبوسة اللي بالقشطة اهي، لما بنحطه كده عادي المية بتاعته بتطلع وتفضل نكهتها في الكريمة، يعني ما بتروحش في الطاسة وتتبخر. بس طبعا بالطريقتين صح، يعني سواء حطيتوه كده او قلتوه شوية الاول، حمرتوه شوية مع الثوم، الاتنين صح. نحط كده بقى هنا المشروم بتاعنا. فدلوقتي السوائل اللي بتطلع منه من المشروم هتفضل موجودة في الصوص، يعني مش بتتبخر، فبتبقى النكهة حلوة يعني أقوى شوية. بس في الآخر مش 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 شرط يعني، ممكن كده وممكن كده. طيب هنسيب بقى الكلام ده على النار شوية مع مكعب مرق، هنحط مكعب مرق كده هنا ونسيبهم على النار. ونروح دلوقتي للحمة بتاعتنا. اللحمة اللي عندنا هناخدها ونحط هنا بيض ودقيق وبقسماط، أول حاجة هنروح على الدقيق ونغطيها كويس بالدقيق، بعدين هناخد من الدقيق على البيض، ومن البيض على البقسماط، وكده تبقى الاسكالوب بتاعنا جهز. طبعا بنقدر نعمل الحركة دي ونحط السكالوب بتاعنا في التلاجة في الفريزر أسفة لغاية ما نعوز نستعمله. ابتدت تغلي بقى هي كده عندنا، هنروح واخدين الجبنة وبالإيد اللي ما مسكتش ولا فراخ ولا لحمة، هناخد الجبنة ونحطها كده هنا مع الصوص، الصوص منها فيها الجبنة. حطوا نوع الجبنه اللي انتوا عايزينه. شوفوا الصوص بتاعتنا يا جماعه كده خلاص، تعالوا اوريكم
الفراخ بتاعتنا او اللحمه بتاعتنا. انا بقول لكم فراخ ولحمه لان هو ممكن ينفع بالاثنين. شوفوا ده بيبقى شكلها زي ما قلنا، بتقدروا تاخدوها تحطوها في صينيه عليها اي مشمع، مش مشمع، نايلون راب او ورق شمع او ورق زبده، وتحطوها في الفريزر لغايه ما تحبوا تستعملوها. تقدروا تحطوها كمان في علب واحدة وعليها نايلون أو ورق زبدة، والتانية وفوقيها، والتالتة وفوقيها، وكده بتسهل كتير على ست البيت الشغل وقت ما الفطار والكلام ده، فبيبقى عندنا حاجة جاهزة. خليني أشيل دول بقى خلاص كده، وإحنا هنا مش ناقصنا غير الريحان. خليني أحط ده لأنه وقع، هجيب بقى جلافزات ونحط هنا الريحان. طيب دلوقتي بس احنا كده حطينا الريحان هنا وخلاص، هقلبه تقليبتين كده. هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه فوق اللحمة بتاعتنا او الفراخ زي ما اتفقنا. تعالوا بقى كده نحطهم كده، يا ريت كان فيه، استنوا كده، شايفين كل ده بقى هنحطه على الاسكالوب بتاعنا بهذا الشكل.